وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. كيف ينال الإنسان محبة الله؟ وهذه هي التي كل إنسان يطلبها. كيف أنال محبة الله؟ وشون أحب الله؟ المحبة عبارة عن أمر فطري يكون في الإنسان ما يملكه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في العدل بين الزوجات: هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. فكيف يجلب الإنسان المحبة لله عز وجل؟ الجواب: لها أسباب كثيرة، منها أن ينظر الإنسان من الذي خلقه ومن الذي أمده بالنعم منذ دخلت فيه الروح بل من قبل إلى ساعته هذه. من هو؟ الله. من الذي أجرى إليك الدم في عروقك قبل أن تنزل الأرض؟ إلا الله عز وجل. من الذي دفع عنك النقم التي انعقدت أسبابها وكثيرا ما تشاهدها بعينك، آفات ونقم تهلكك فيرفع الله عنك؟ إلا الله عز وجل. إذن هذا لا شك أنه يجب المحبة. ولهذا ورد في الأثر: أحب الله لما يغذوكم به من النعم. أحب الله لما يغذوكم به من النعم. أعتقد لو أن أحدا أهدى إليك هدية، قلم رصاص قيمته نصف ريال، تحبه ولا لا؟ تحبه. ولهذا تهادوا تحابوا. إذا كان كذلك فأنت انظر نعمة الله عليك، النعم الكثيرة العظيمة التي ما تحصيها. نعم، تحب الله، عرفت؟ ولهذا أحيانا إذا جاءت النعمة وأنت في حاجة شديدة إليها تجد قلبك ينشرح وتحب الذي أسداه إليك، بخلاف النعم الدائمة فإن الإنسان يعني يقسو قلبه، لكن المتجددة يجد لها لذة يحب الله من أجلها. فأنت تذكر هذه النعم التي أعطاك الله، وتذكر أيضا أن الله فضلك على كثير من عباده المؤمنين. إن كان الله من عليك بالعلم فقد فضلك بالعلم، أو بالمال فقد فضلك بالمال، أو بالأهل فقد فضلك بالأهل، أو بالقوت فقد فضلك بالقوت. وما من نعمة إلا وتحتها ما هو دونها. فأنت إذا رأيت هذه النعمة العظيمة شكرت الله وأحببته.